شكرا للزميل جابر بن مطلق الهاجري. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين ايها الحفل الكريم متابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير. نرحب بكم من ارضية هذا الميدان وميدان التحدي هنا في الشحانية في شوطنا الثالث عشر، سيارة تويوتا اللاند كروزر الابكار الحقايق، ومن مسافة 3 كيلومترات. اذا ما هي اللحظات؟ نوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة ومع مقدم الشوط مع شهنية حمد بن سلطان بن سعيد الغفلي، مع مقدم الشوط النقلة والدور دور المركز الثاني. الوصول في هذه اللحظات وصلت شهنية ومحمد بن سليمان بن علي الوهيبي ابناء السلطنة المركز الثالث. الوصول في هذه اللحظات مع ثالث المراكز وصلت عرقة وابناء الميدان خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات وصلت من حاف وخالد بن علي بن مصبح المقابلي على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات وصلت طاقة وسيد صالح بن محمد بن حميد الجحافي مع خامس المراكز. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى الشانية حمد بن سلطان بن سعيد الغفلي مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط، ولكن عرقة على المركز الثاني خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات وصلت شعار محمد بن سليمان بن علي الوهيبي مع شانية على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات شواهير على المركز الرابع ام حسن بن سهيل السلمي العامري ابناء دولة الامارات على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات وصلوا في هذه اللحظات وصلت طاقة وسيد صالح بن محمد بن حميد الجحافي على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة، ولكن السيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول، ولكن لا زالت شهنية حميد بن سلطان بن سعيد الغفلي. الله الله الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير يا مضمرين يا عمالقة عبر قناة الريان. الله الله الغفلي مع السيارة، أقرب للسيارة أقرب للناموس أقرب للسلامات. يا سلام يا شهنية والسيد حمد بن سلطان بن سعيد الغفلي مع مقدمة الشوط، ولكن تحركت الشانية وانطلقت بشعار الغفلي. يا سلام حمد بن سلطان بن سعيد الغفلي مع مقدمة الشوط، ولكن الاسم القادم وصلوا في هذه اللحظات على المركز الثاني. الوصول في هذه اللحظات غير مدون عندنا في الكش، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط صدارة الشوط مع المجهولة مع مقدمة الشوط. لكن الغفلي مع شانية والسيد حمد بن سلطان بن سعيد الغفلي. يا سلام 300 متر الأخيرة، أقرب للسيارة أقرب للناموس أقرب للسلامات. مياس مع المركز الأول والسيد مع مقدمة الشوط مع مياس مهير بن صوبي الكتبي مع مقدمة الشوط مع مياسة مع ال100 متر الأخير. إذا تانينا والناموس مالكي مياسة مهير بن صوب الكتبي تانينا والناموس سلام يذهب إلى دولة الإمارات. تاني والناموس المركز الثاني، الوصول ثاني المراكز من الشانية وحمد بن سلطان بن سعيد الغفلي. المركز الثالث ثالث الأسماء الوصول ثالث المراكز الوصول من شعار بداية عيسى بن محمد بن جمعة بن جبر المهيري. المركز الرابع الأسماء الوصول
من الدوحة مسفر بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري المركز الخامس، الوصول مع خامس المراكز السياسية، وعوض بن خويتم بن بخيت العامري. إذن تانينا والناموس مالكي، تانينا والناموس مالكي مياسة مهير الاكتبي مهير بن صوب اكتبي توقيزه من 4 دقائق 32 ثانية 25 جزء من الثانية. المركز الثاني كان الوصول مع ثاني المراكز، وكانت الشهنية حمد بن سلطان بن سعيد الغفلي ما قصرت، أداء جميل 4 دقائق 36 ثانية 50 جزء من الثانية. المركز الثالث وكان الوصول مع ثالث المراكز، المركز الثالث كان الوصول من شعار ثالث المراكز بداية عيسى بن محمد المهيري 4 دقائق 38 ثانية 90 جزء من الثانية. إذا تهانينا والناموس مالك مياسة مهير بن صوب الاكتبي.